السؤال الأول يقول: هل يجوز الشرب واقفا؟ الشرب يا أخواننا على نوعين، إما أن يجلس الإنسان ويشرب وهذا الأفضل، هذا هو الأفضل بالاتفاق، وهو الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله. الثاني أن يشرب الإنسان واقفا، فلو كان محتاج إنه يشرب واقف فلا بأس بذلك، ما في مشكلة، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهو ما حرام، يعني انت لو شربت واقف على حيلك ما حرام، لكن الأفضل تقعد، لأنه ده ألطف للنفس وأطيب للكبد. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه لما شرب واقفا، شرب وهو واقف، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو واقف. وأيضا ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو واقف. فالأحاديث كلها بتدل على شنو؟ على جواز الشرب، بجوز، لكن الأفضل شنو؟ تجلس وبعدك تشرب. وفي خلاف بين أهل العلم، بعضهم بيقول إنه ما بجوز أصلا، المهم فيه خلاف، وده الراجح اللي قاله ابن باز والعثيمين وغيره.